الاهلي يصنع التاريخ يكتب الحدوته. مع كل نصر تحديات عدت ما تتنسيش. النادي الاهلي كان بينام افريقيا من الدور، مكسب كتير، بطولات كتير. المستحيل كلمه لغوها من قاموسهم. تيشيرت النادي الاهلي ان انت تلبسه ده بالنسبه لك حاجه مهمه جدا. شهاده للتاريخ. اول نهائي ما بين فرقتين من نفس البلد. وهي اصلا رايحه انا كنت بحتفل. من ابطال عاشوا كواليس صعبه. معدن لاعبي النادي الاهلي بيظهر. كانت من البطولات طبعا الغاليه علينا. بطوله افريقيا ديسمبر 2000، النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي. الاهلي روح مصر. وحكايات مثيره. الكل كان عنده ثقه. جماهير كتوكم حاصره الاوتيل كله. لحظه لا تنسى. الفيلم التسجيلي الحلم قريبا. الأهلاوي مش هيسيبنا.